أهلا وسهلا بكم أصدقائي، راجع لكم وبدرس جديد من دروس الفوتوشوب. في هذا الدرس سنقوم باستبدال صورة السماء بصورة أخرى بعد أن قمنا في الدرس السابق بحذفها. عندنا صورة السماء هذه، راح نحطها بالصورة الأصلية اللي هي هاي. الطريقة أننا نقوم بالكبس على الصورة، الضغط عليها، ثم الذهاب إلى الصورة الأصلية، بعدين نرجع صورة السماء بهذا الشكل. نشوف هسه إحنا عندنا صورة السماء أصبحت مع صورة البناية في ملف واحد. الآن نقوم بالضغط على لاير صورة السماء، ونقوم من هنا بعمل شيء اسمه convert to smart object، وهاي العملية هي من أجل أنه لما نجي نمط ونشد بالصورة ما تتغير النوعية مع الصورة. كما ترون قمنا بتكبير صورة السماء، خليها بهذا الشكل، بعدين نقوم بسحب هذا اللاير إلى تحت هكذا، بعدين ممكن نتحكم بشكل الغيوم أو وضعها بالصورة من خلال الماوس. تقريبا يعني بهذا الشكل، طبعا أتمنى أنا جزء باقي من السماء، الصورة القديمة ممكن هذا نحذفه، وممكن بطريقة جدا بسيطة عن طريق هذا Rectangular Marquees Tool، نقوم بقطعه هكذا، بعدين من image نعمل crop. شوف راح، control D نشيل selection. اذا اصدقائي هذا كان درس جديد وسريع وخفيف على المعدة. الى اللقاء في درس قادم.